المحصولات في مصر تركيبة مهمة جدا. احنا بنتكلم على الامن القومي الغذائي، والامن القومي الغذائي النهاردة تحول الى داعم اساسي في الاقتصاد المصري. ده بسبب ان في بعض المحاصيل فيها ميزة نسبية في انتاجها، فيها ميزة نسبية في جودتها، فابتدينا ان احنا نتوسع في التسويق من خلال التصدير. محاصيل نجحنا فيها، وكمان نجحنا في معايير الجودة، ازاي ننتج محصول ليه مواصفات قياسية من حيث الشكل ومن حيث الجودة، خالي من متبقيات المبيدات. النهاردة هتكلم معاكم عن العنب. محصول العنب في مصر هنا ليه احتياجات خاصة شوية، المعاملات، المشتل، جودة المية، جودة التربة، الرعاية، التقليم، مراحل كتيرة جدا بيمر بيها العنب. عايز اقول لكم ان في بعض الدول العربية بتزرع العنب علشان ورق العنب، لكن احنا هنا عندنا في مصر عندنا نجاح كبير جدا في بعض الاصناف من العنب. النهاردة احنا موجودين في مشتل، هعرفكم على مراحل الانتاج، هعرفكم على ادق التفاصيل داخل المشتل. مرحب بحضرتك. مرحبا. اتعرف عليك، احنا فين هنا بالظبط واسمك ايه؟ سمير سرحان، هنا على طريق مدينة السادات كفر داود، تبع مدينة السادات. طبعا الجزء تبع محافظة البحيرة. احنا هنا واقفين ما بين البنين في اخر محافظة البحيرة. أيوه. أيوه. على طريق السادات. تمام. احنا تابعين لمركز بدر، يعني التوزيع الجغرافي بتاعها تبع مركز. انا دايما بحب اكد على المكان اللي موجود فيه عشان اللي بيشوفنا وعايز يجي يزور او يتعرف على المكان ويتابع الكلام اللي احنا بنقوله، الباشمهندس سمير هيستقبله. ده مشتل عنب. مشتل عنب. أهمية المشتل، لأن أنا عارف إن دي اللبنة الأولى لنجاح زراعة العنب. كلمني عن أهمية المشتل والمعاملات اللي أنت بتراعي إن أنت تطبقها داخل مشتل العنب. المشتل عنده أهمية كبيرة جدا، خاصة إن هو أهم حاجة في الأصناف، الأصول تكون مظبوطة، الأصناف فشل الخلط، الأصناف فش خلط، الشتل تكون خالية من الآفات والمبيدات وخالية من النماتودة. والحاجة عشان لما المزارع أو صاحب الأرض ياخدها مننا يزرعها في الأرض المستديمة تنتج معه تبقى كويسة وممتازة إن شاء الله. طيب، بتبتدي المشتل في شهر كام؟ في شهر 12. في شهر 12. لما نيجي نتكلم على المشتل، أهم حاجة عندي الأرض والمية، جودة الأرض والمية ونسبة الملوحة اللي تقدر تتحملها شتلة العنب. شتلة العنب في أعمارها الأولى في بدايتها يعني لا تتحمل 600-700 أقصاها. أيوة. اكتر من كده تتضرر وتبقى نسبه المشتل ضعيفه جدا، نسبه النجاح ضعيفه. مش على، لكن كل ما قلت الملوحه كل ما نسبه نجاح الشتله بقت اعلى، ومشانها وقوه العود ومستوى العود يكون نظام افضل شويه من يعني اقصى حاجه 700 جزء في المليون بالنسبه للملوحه للشتله. للشتله هو بيتحمل اكتر من كده بس مش في الاعمار الصغيره. ايوه، لما يبقى يعني الشجره اكبر شجره او كده يتحمل لغايه كام الشجره؟ اكتر من الشجر بالنسبه لو عنا مطعوم بيوصل لحد 2000 وشويه، 2000 ونص. يتحمل، بس طبعا نسبه المحصول بتقل. يعني كل ما الملوحه عدت في المحصول المستديم، لو الملوحه عدت ال1000 نسبه المحصول بتقل. تمام. نسبه المحصول. تمام. كل ما تعلى الملوحه كل نسبه المحصول تقل. لكن احنا في مرحله مهمه جدا وهي مرحله انتاج الشتله من 600 ل 700 جزء في المليون. اقصاها. المشتل ده هنا انا شايف ان احنا في ارض رمليه. ارض رمليه. الميه ملوحتها كام ونسبه الملوحه في التربه كام هنا؟ هو نسبة الملوحة في الماء هنا كانت عالية شوية، بس جبنا جهاز. لا، ما يعني قبل الجهاز انت اكيد لما بتخش مكان بما انك راجل متخصص بتدرس. تمام. بشوف بقى الارض عاملة ايه، المية، اشوف الجيران اسألهم حد زرع عنب هنا قبل كده، فوضع المكان هنا ايه عموما؟ هو المكان كويس وملائم جدا لزراعة العنب هنا. ايوه. والتربة ممتازة وملوحتها قليلة جدا، وبس هي ملوحة الماء عالية شوية. كام جزء في المليون؟ الملوحة هنا 1200. 1200 في المية. طب ما هي دي مغامرة بقى ان انا اعمل مشتل هنا، دي تمام. مغامرة. تمام. صح. ما احنا درسنا الموضوع ده وكمان كنا جربنا الجهاز في اكتر من مكان يعني، فاشتغلنا بيه والحمد لله. يعني انت ليك تجربة مع تكنولوجيا معالج المياه لشركة دلتا ووتر. ايوه. فانت داخل هنا 1200 جزء في المليون، بس انت عارف هتعمل ايه. ايوه بالظبط كده. تمام. جربناه كذا مره في اكتر من مكان ومن فترات بعيده يعني. هو المشتل ده مساحته قد ايه؟ المشتل ده مساحته 20 فدان. 20 فدان ما شاء الله. فانت دخلت ال 20 فدان دول كلهم مشتل. مشتل كلك. ابتديت بتكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر. تمام. على 1200 جزء في المليون ازرع شتلات العنب علشان اشتغل بيها. بالظبط. عملت ايه معاك؟ طبعا في بدايه الاعمار الاولانيه كان مشي ضعيف جدا وكان في حروقه شديده جدا في الورق وكان بعض الشتلات بتموت. بعد الجهاز لما تركب الحمد لله كانت كويسه جدا وتحرك الزراعه ونسبه. هو الجهاز بقى له قد ايه راكب هنا؟ الجهاز بقى له سنتين. سنتين. في خلال السنتين دول هل التكنولوجيا دي جودتها زادت معاك ولا ثابته،
ولا بتتراجع؟ يعني النجاح اللي هي حققته نجاح مستمر ولا بيبقى لفترة معينة؟ لا لا، نجاح مستمر وثابتة، ما فيش نجاح مستمر. يعني احنا هنا في مكان المشتل ده بقى له سنتين، نسبة الملوحة 1200 جزء في المليون. زرعنا سنتين في الأرض، المشتل عمره سنة واحدة. يعني زرعنا سنة وخلصنا وزرعنا تاني. احنا هنا موجودين في المكان ده بقالنا سنتين. مظبوط. يعني عدى علينا موسمين. مظبوط، موسمين. احنا في الموسم الثاني دلوقتي. انا فاهم، يعني انا بشرح ان انا مركب التكنولوجيا دي بقالي سنتين. تمام. لكن في خلال السنتين انا في نجاح ثابت عندي. تمام، مظبوط. ما رفعش من جودة الارض. يعني احنا دلوقتي بقينا بنسقي او بنروي بمية نسبة الملوحة فيها تعتبر ميسرة. تمام. وده ليه تأثير، غير لما بقعد أضيف مية فيها نسبة ملوحة على التربة موسم ورا التاني بلاقي الأرض باين عليها. أخبار الأرض إيه؟ يعني أنا هنا بتكلم على الأرض مش على المحصور. الأرض ممتازة، ما فيهاش أدنى مشكلة خالص. خاصة إنها أرض رملية وما فيهاش أدنى مشكلة، وما ما يعني ما ضرش حاجة، ده هو فاد. يعني حتى هو أبعد الصوديوم الموجود في الماء عن منطقة الجذور بالكامل، أو الجذور ما استفادتش مني، فما حصلش أي أضرار، بل فايده جامده للزراعه. زي ما نسبه نجاح المشتل هنا بتبقى كام في الميه؟ كان نسبه نجاح الشتله الطبيعي بتاعه 50%، من 30 ل 50%. يعني في الارض العاديه الطبيعي من 50 ل 30%. من 30 ل 50%. وهنا مديك نفس النسبه؟ نفس النسبه. نسبه النجاح في المشتل هنا من 30 ل 50%، ودي النسبه الطبيعيه في الاراضي اللي فيها نسبه ملوحه اقل، فيها نسبه ملوحه في المياه اقل. لكن هنا احنا بنتكلم على 1200 جزء في المليون باستخدام معالج المياه المغناطيسي لشركة دلتا ووتر، قدرنا نحقق نفس نسب النجاح، قدرنا نحقق نجاح مهم قوي وهو الحفاظ على خصوبة التربة، ان انا اقلل من الاثار السلبية للري بمياه مرتفعة الاملاح. النهاردة انا بخفض نسبة الاملاح اللي بيتم اضافتها للارض، وبالتالي بحافظ على خصوبة التربة. موسم يكون ناجح ان شاء الله. الشتلات دي نوعها ايه؟ كل الانواع موجوده عندنا، اللي احنا واقفين فيها حاليا ديت بناتي تشفور. وعندنا كذا صنف، وبرضه نسبه نجاح الشتله اللي هي من 53 بتعتمد على كل صنف ليه نسبه نجاح مختلفه عن الاخر. يعني أيوة. يعني اقلهم البناتي النجاح. حساس شويه. حساس جدا في موضوع تطعيمه ونجاحه على الطعم، مش عاليه زي بقيه الاصناف الثانيه. كخبير في هذا المجال تقول ايه عن تكنولوجيا معالج المياه المغناطيسي لشركه دلتا ووتر؟ تقيمها ازاي؟ ممتاز والله، ممتاز خالص، ووفر كتير. يعني انت نهر الملوحه ديت كنا نضطر ندق بير ثاني يكلفنا مبلغ وقدره. أيوة. لا ده وفر علينا كتير طبعا. وفرنا في دق البير، وفرنا في ما فيش بقى سحب ملوحه او اضافات لسحب الاملاح. لا انا ما بنسحبه، يعني ممكن لو سحبت هتبقى النسبه، لو مثلا بسحب 100% تسحب 50% تسحب 40%. بس مش اكتر، كوقائيه يعني كاستباقيه عشان ما يحصلش اي ارتجاع اي مشكله. بشكرك.